درجة حرارة الفريزر. الفريزر على فكرة يا جماعة من الحاجات اللي بتوقف نشاط البكتيريا تماما. الفريزر يكون عندي من ناقص 15 لناقص 18. ده الديب فريزر مش الفريزر. بالظبط، دي بتبقى درجة الحرارة المناسبة للفريزر، لأن التجمد بيوقف نشاط البكتيريا. مهم جدا عندك عايزين نفرق هنا بين حاجتين، مش كل الناس عندها ديب فريزر وفي ناس عندها فريزر عادي. درجة الحرارة بتبقى كام ودرجة الحرارة هنا بكام والصلاحيه في الفريزر قد ايه؟ ما انا عارف انها بتوصل لثلاث شهور صح كده؟ بتوصل لثلاث لاربع شهور بالنسبه لكن للخضروات. لكن الديب فريزر ممكن تمتد، ممكن تقعد معايا لسنه على حسب ايه يا فندم؟ تغليف. جوده التغليف اللي انا مغلفاها للاغذيه، مش كبسه الفريزر او الديب فريزر عندي، لان كبس الفريزر ده بيقلل من سرعه دوره التبريد اللي موجوده عندي. جوده التلاجه، هل التلاجه عندي جديده وحلوه وصحتها كويسه ولا قديمه ومليئه بالاعطال والعيوب اللي كل شويه هتفصل فتريح الاكل فتبوظ الاكل فتسبب لي هنا مشاكل. مده حفظ الطعام في الفريزر بتتوقف. انا حافظاه ازاي؟ مغلفاه كويس، رصاه كويس، معمول ومهندم الفريزر، مش مكبوس، الثلاجه سليمه. الفريزر كام ماينس كام والديب فريزر ماينس كام؟ الديب فريزر من ناقص 15 لناقص 18، فريزر الثلاجه بيكون تقريبا ناقص 5 ناقص 6. ناقص 5 بالظبط، بيبقى في هذه الارقام. ولكن انا ده 3 شهور وده سنه، ولكن الافضل بالظبط، ولكن الافضل في المجمل من 3 لـ4 شهور، لان برضو الاغذيه المعلبه او المحفوظه في الفريزر